سيد مسعد، يعني دعني أبدأ معك مما انتهى منه سيد نعمان. لماذا تصفقون لنتنياهو في الكونغرس في ظل استمرار هذه الحرب؟ لا، أول شيء الحقيقة هي المرشحة كامالا هاريس رجعت التقيت برئيس وزراء الإسرائيلي بشكل فردي، وكان لهم لقاء طويل، وهون في يمكن نقطة تقاطع بين ثلاث اجتماعات، بين الرئيس بايدن، اجتماع مع الرئيس بايدن، اجتماع مع كامالا هاريس، والاجتماع مع الرئيس ترامب بفلوريدا. سمع نتنياهو تقريبا نفس الكلام بما يتعلق بالحرب بغزة، انه هيدي الحرب لازم، قال له اياها الرئيس ترامب بشكل كثير واضح، ولكن يجب ايقاف هيدي الحرب بشكل فوري. ولكن نتنياهو لم يتحدث سيد مسعد امام الكونغرس عن اي شيء يخص وقف هذه الحرب. هلا هيدي مش اول مره نتنياهو او غير رؤساء وزراء اسرائيليين بيتكلموا، او رؤساء يعني من غير بلدان بيتكلموا امام الكونغرس، مش اول مره ابدا. لكن هيدي المقاطعه من عدد من الديمقراطيين هي مقاطعه انتخابيه لا اكثر ولا اقل، هي تتعلق بالانتخابات الرئاسيه الجاريه اليوم، مسيرة مع الشق المتطرف من الحزب الديمقراطي، الشق اليساري المتطرف، مسيرة لهذا التيار، ومسيرة ايضا لبعض من الناخبين العرب والمسلمين بولايات متأرجحة، ولا سيما ولاية ميشيغان واريزونا وغيرها من الولايات. هو يعني فينا نعتبرها تمثيلية انتخابية لا أكثر ولا أقل. الولايات المتحدة وإسرائيل هن حليفين، ومن الصعب جدا يعني وصول أي رئيس للجمهورية في الولايات المتحدة يكون معادي لإسرائيل، ولكن ما يختلف هو الأسلوب، هو السياسات، وهي طريقة التعاطي. وهون أسلوب رئيس ترامب نحن بنعرفه كثير منيح، لأنه يعني كان عنده ولاية 4 سنين، شفنا أسلوبه، شفنا طريقة تعاطي، هي ضد الحروب. هو الرئيس الوحيد في تاريخ الحديث للولايات المتحدة اللي لم يبدأ أي حرب، هو أنهى الحروب، هو سحب الجيوش الأمريكية من معظم تواجدها ببلدان العالم، هو رجل يسعى إلى السلام دائما، فهون الفرق الكبير.